بسم الله الرحمن الرحيم. انا لاعب منتخب مصر مصارع عبد اللطيف منيع، 25 سنه، بطل عالم الحمد لله، مصنف تاني عالميا حاليا، لسه جاي من بطوله افريقيا المؤهله للاولمبياد. انا بتمنى ان انا اجيب ميداليه اولمبيه، وان شاء الله تكون ذهب لمصر، لان ان شاء الله احنا عندنا كل الامكانيات اللي نقدر نجيب بها ميداليه اولمبيه. التدريبات بتبدا، تمرينها الصبح وتمرينها بالليل، التمرين بتبقى حوالي ساعتين. التدريب بيبقى شاق جدا، احنا ملتزمين جدا في معسكر مغلق، بنتمنى ان احنا نطلع معسكرات خارجية عشان خاطر ان احنا نقدر نوفر ميدالية اولمبية. الحمد لله انا حصلت على 11 مرة اول افريقيا على التوالي، شكرا لكل من ساهمني وساعدني. الحمد لله نتائجي كلها ان انا واخد 7 مرات او 6 مرات ميداليات جائزة كبرى في اوروبا، بطل عالم اكتر من مرة، جايب برونز في اولمبيات العسكري. طلبت من السيد المحافظ ان هو يهتم بالالعاب الفردية وبيهتم بيها، عشان البطل الالعاب الفرديه بيبقى عنده ثقه بنفسه، ننهى عن البلطجه وننهى عن المشاكل. لما يبقى انت راجل بطل العاب فرديه كمصارعه كمال اجسام العاب القوه، بيبقى عندك ثقه بنفسك، والرياضه ثقافه شعوب. طبعا انا راجل مصنف تاني عالميا، وخدها يعني برفع علم مصر بقى اكتر من 9 سنين، مش كتير عليا ان انا اطلب وظيفه محترمه تامن مستقبلي، عشان خاطر ان احنا نقدم رساله ان الرياضي مستقبله متامن. اما انا ابقى بطل عالم وان انا مصنف تاني عالميا ومرشح ان انا اجيب ميداليه اولمبيه، وفي الاخر اجي بعد اعتزالي للرياضه او كده الاقي بدون تامينات وبدون اي حاجه خالص، مع السلامه كده، لا كده احنا بننهي على الرياضه. فانا كان زمان كانت الشركات بتعين، فعشان كده الرياضه كانت بتعين.